عادة يحتاجها البعض ليستريحوا ويريحوا بعد أن وصلوا في الكبر عتيا وفي السياسة عتوا. ليست تكتيكات ولا مناورات، هكذا يعتقد معظم المراقبين لمجرى التطور المتسارع في المواجهة السياسية والإعلامية بين شريكي الانقلاب في صنعاء. فصور المخلوع صالح تشير إلى أن الرئيس الذي حكم 33 عاماً وأدار المشهد الدامي 3 أعوام أخرى يفقد السيطرة في صنعاء ولم يعد يحتفظ بمنطقة محرمة واحدة في هذه المدينة. ليست الصور وحدها من استدعى هذه الحدة في خطاب المواجهة العلنية بين شريكي الانقلاب، فقد قطع الخلاف شوطا كبيرا على خلفية إصرار الحوثيين على إجراء الحركة القضائية وفي نيتهم التصرف بالمتاح من الأراضي التي في أيديهم. فمواجهة هذه الحجة بأنه إذا قمنا بعملية تدويل قضائي أو إجراء قضائي في السلطة القضائية فإنه سيكون هناك انفصام. على الإخوة الاستيعاب للمرحلة، الجنوب تحت الاحتلال وليس فقط في الانفصال. كشف خطاب أمين عام المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا ما أخفاه صالح في خطابه الأخير. الشراكة ليست مثالية ولم تكن كذلك منذ قرر الشريكان المضي قدما في خطة إسقاط الدولة. تنهى إلى اليوم لا المشرفين ولا اللجان الثورية، لا زالت هي اللي تحكم في الميدان، ويقول لك المؤتمر الشعبي يعرقل، كيف يعرقل وأنت مسيطر على كل صغيرة وكبيرة وصابرين؟ هذا وزير التعليم العالي جنبي، منعوه من وزارته قبل أسبوع، منعوه اللجان الشعبية ده يدخل الوزارة، أكثر من هذا الكلام ما فيش. ضبط النفس هو السلاح الذي يعد به صالح وقادة حزبه وأنصاره، على نحو يسجل انكشافا غير مسبوق لهذا الحزب في وقت تتسرب الدولة من بين يديه وتقع أكثر وأكثر تحت قبضة الحوثيين. ابتعدوا عن الاحتكاك، لا يجركم إلى الاحتكاك، يشططوا الصور شططوها، شططوا اليافطة شططوها، ما عندنا مشكلة، ما تشكل مشكلة. لكن الأنباء الواردة من صنعاء تشير إلى أن المؤتمر مستعينا بقوات كبيرة ماض في التحضير لعقد فعالياته في ميدان 70، في حين لم تسجل حتى اللحظة أي تحركات أو تجمعات قبلية في مداخل العاصمة على نحو ما دعا إليه زعيم الميليشيا مؤخرا. مؤشرة الصراع بين شريكي الانقلاب قوية إلى حد دفع بالمراقبين إلى اليقين بأن المواجهة وشيكة إن لم تكن قد بدأت.